جديدة ذي اللي جديدة على التوينسة سيختو حالة الهلع اللي عايشينها التوينسة قاعدين نشوف فيهم تشوف فيها في الشويرة بالفارغة ولا المكاتب ولا صغار اللي ما مش قاعدين يمشي ويقرأ ودوكش نحكيو أكثر على فيروس الكورونا مع سي سمير عبد المؤمن رئيس قسم الطب الاستعجالي وعضو لجنة متابعة انتشار فيروس الكورونا في تونس. مرحبا بيك. ألو ألو. مرحبا 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 بيك سي سمير. نورتنا على راديو ميد. مرحبا راديو ميد. مرحبا براديو ميد. مرحبا. دونك سي سمير حاجة جديدة علينا الأوب في تونس حالة هلع والخوف أكيد اللي قاعدين نعيشوا فيها التوانسة الكل وإن احنا نتفهموهم أكيد بعدك باش حس سي سمير كنت نجم تبعد ولا لا؟ أنا توفر قاعد نجاوب على التليفونات قاعد العمليات من قلب قاعة العمليات هكا حسبنا تليفون حتى احنا خلينا نستفسروا زاد ونطمنوا الشعب التونسي. هذاك علاش خاطر شكرا لك قاعدين يجاوبوا برشا محتاجين قاعدين يجاوبوا معناها التليفونات تضرب سونز اغي سونز اغي نتصور وهذا اللي فين دفن وكلهم معناها في حكايات ناس بون فما اللي يشدوا فما اللي يحبوا ياخذوا معلومات ولكن ثم حاجات غير عاديه يعني حاجات غير عاديه بالكل حاجات غير عاديه شنو معناها سي سي بانيك كبيره ياسر وتحس العباد معناها مش فاهمه وناس تعلم على ناس هاني علمت هاني وصلت وهاني قلت يعني على ناس ممكن جاوا من ايطاليا عندهم عام وراك عام. هي سي سمير تفسر حالة البانيك هذه الكبيرة خاطر مانيش مستنسيني طريق بالوضع هذا في البلاد. انا شخصيا تونسي راهو عنده الحكاية مش جديدة انا شخصيا عشت حاجتي عشت الحالة مرة وقت الكسوف هزيت مريض من مون فلوري من مرسى مشيت وجيت ما عرضني حتى حد في مدي ساعة متاع النهار على حالة كرعام متاع الكسوف وعشت الحالة الأولانية متاع القريب قاش أنا الأولاني بالكل عام 2009 خشت المطار وهزيته دخلت المطار مدي ساعتين متاع النهار ركبت وفارغ ما عرضني حتى حد كان الشخص هذا وحده في المطار لا بوليسية لا ديوانة لا حتى حد هزيته وخرجت به وعمري ما نتذكر عمري ما ننسى الناس اللي طل علي من بوكس موري فيهم سبعة ويعملوا له اوكا 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 غادي برا اوكا غادي الناس كلهم خوفي انا وديت والله ما نستغرب يعني سي سمير تشوفها غير مبرر الخوف هذا تشوفه مبالغ فيه خوف التونسي ياسر ياسر هذا غير عادي توا احنا نقولوا لهم راهو بالهواء ما يعديش راهو ما يعديش بالهواء راهو العبد كي يحط ماسك ما المهم ما يقحش وما يعطش في وجهك عاد ماسك وانتهى وقت غادي فهمتي توا نجيو نحبوا نشوفوا الناس ولات معناها تقول مش هذا وباء ادري شنو هو الوباء هذا ولا الجريب العاديه بالهواء تعدي وهذه من كورونا ما تحديش بالهواء حسيت معناها به يس 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 وراه مش باهي هكا هاو مش باهي هذايا يعني بل بالعكس احنا نحبوا نخرجوا منها الازمه يزموا يسمعوا الكلام ويزموا ينضبطوا انضباط شوف توا اللي زلموا فوق الالف حاله ما عندهمش وفيات خاطر الناس منضبطه تقول لهم العزل في المنزل يتعلق يسمع الكلام ويتبعوا التعليمات يغسلوا يديهم يعملوا كذا هذيك هي كل بريفونسيون بريمير هذيك بريفونسيون بريمير اللي هي نتواياج دي ما لافاج الكوجيل ماء الصابون امسح القاعة التواليت اللي تعديت منها ومن بعد العزم تخرج هاوي البيت بس انتك نظف البلاتو متاعك نظف الكوفير كي تدخل التواليت ما تبوسش ما هذاك هو اللي يتمنى على العباد يمنعوا الاخر الكل حتى كي تجيهم يجيهم خفيف ياسر خفيف ياسر يعني طرق بسيطة للوقاية اللي تخلينا نمنعوا اللي هي تسلك الناس هذيك فما حاجة أخرى قاعدين يعيشوا فيها تونسي أباغ لي فيك نيوز والأخبار الغالطة يدور على الفيسبوك الفيسبوك اللي ساهم في حالة البانيك هذايا سي سمير هذول الناس اليوم يستناو في مسؤول ولا مصدر مسؤول يخرج يقول لهم راهو الفيروس هكا وهكا وهكا راهو ما يستحقش خرجنا خرجوا احنا كنا بالصحافه كل يوم كل يوم اما الناس اللي فيك نيوز تو ايش نقول لك تو مثلا تم منطقه تو ما في بعيد عن تونس 40 كيلومتر جاني ابيل منها امراه جات من ايطاليا نهار 7 في الشهر اليوم رجلها حتى في الشارع هي في العزل هي سمعت كلام عزل اليوم حكمت له في مخه خرجها ورميها في الشارع مشات تشكي مشات تشكي اشترى المركز خرج لبرا وانا خايف تقول عليها شنو اللي عندها وكلمونا من غادي من المركز من المركز اجوا هزوها دبروا لها وين تسكن توا احنا خدمتنا باش ندبروا الناس وين تسكن من البيت هذا كنت معنا يعني رجلها خاف خرجها قال كلمه والبانيك هذه رايحه حتى مسؤولين بيته وحتى عند اعوان الصحابيت
اللي شفناه البارح شفنا في عديد المستشفيات ما تحالت من الهلع خاطر واحد عنده سخانه شيء قلق فينا احنا اعوان الصحه في بالي اللي تعملت لهم فورماسيون تحكيو معهم اداره الطبي والشبه الطبي بون يفو ريبيتي لي فورماسيون يفو ترانسميتر تو احنا كيفاش نعملوا فورماسيون احنا الاف المتالف رانا نعملوا ان جران ان نومبر كي سون سيبلي وفما ناس ما مسيبلي ناس اللي يخدموا في الأورتوبيدي مثلا الناس اللي يخدموا في الجينيكو ناس يخدموا في الدرماتو يرسوا في بعض ما دات يخدوهمش مما نقرسها هيدك ما يتبروفاج دا أنا يتبروفاج دا بانيك ولا يعني اليوم كلموني على واحد عمل أكسيدان هاي سيد عمل أكسيدان عنده سخانة الدنيا قامت معناتها ذي اللي كنا نحكيو فيه قبيله ما تقول لي قدر واحد راجل كبير تحلو سكر في كيس ضيق ما عادش نمشيو نعطيو تعرف مي حد يقعدوا يفرجوا فيه لا هكا باش تولي اختيره دونك خلينا نحكيو احنا على الوضعيه العامه دونك ستة حالات كونفيرمي ستة حالات منهم ثلاثه في نفس العائله منهم ثلاثه هذيك نتاع بومرفيز اللي الكونتاكت دو بروكسيميتي معاهم في الدار دونك عدا زوجته وعدا اخوه اخوه هذوما ثلاثة هذوما ثلاثة ثانية والاولاني نتاع قفصة اللي هو محسوب تماثل الشفاء لاباس عليه لاباس عليه طبعا عندنا هذه البنية المواطنة الإيطالية اللي عايشة في تونس هي لاباس عليها زادة اي والسيد اللي مشى رجع لفرنسا هذاك يقيد علينا احنا فقنا به بيه ما عناش حالات اختيرة اليوم مصاب ما تم الحالات الستة هذوما ما فهمش حالات مدهورة الحمد لله ثم المريض هو بتاع أبو مرديس مريض أمام حالته مش اختيرة يعني حاليا يعني فتن عاش لهين به الحمد لله والأخرين كله الحمد لله أي فتاة اخذتها حالة أقول لي سيسا ثم توها الإيطالية في دارها منضبطه معناتها معزوله في دارها ماهيش حتى في المستشفى وتاخذ على التريتمون ولا العلاج معناتها في دارها وكها وتراقبوا فيها عندها شيء معناها عندها سخانه ولاباس وخذت سخانه وذاك هو وقاعده مسكره روحها في الدار منضبطه شو ما تاخذ في دواء عادي نتاع سخانه خلينا الناس تفهم زاد راهو في ما هو ما عندوش دواء ما فماش الدواء نتاع تاع كورونا تاع كورونا تاع كورونا جوست اللي عنده سخانه عنده سخانه عنده كحه شويه دواء كحه اللي عنده انفكسيون معناها ولا انفكسيون بربي بربي دكتور هو معناتها تباعا في الموضوع الانضباط بربي نتاع حاله العزل والحجر انت حكيت على ايطاليا قلت منضبطه وكانه في اشاره منك انه معنا تونس اليوم غير منضبطين أنا ثمن ربطي توا السيد الأولاني نتاع قبس كلمنا من دارو قبط ثمن ما قلتش لا العدد قليل هنقول هيك بصراحة عدد مش كبير الناس تخرج واللي يحب يمشي القهوة واللي يحب يمشي يعمل قهوة واللي يحب يمشي العطار يقضي ولا تداعيات بربي تداعيات الحاجة هذه دكتور سمير يعني والله التداعيات هي نجم تكون كارثية معناتها ماهيش شيء طبيعي شيء طبيعي واحنا رانا معملين معملين على الانضباط نتاع التوانسه معملين على هذا معملين عن شنو باش نحطوا توا انا باش نحطوا بوليس قدام كل دار بس عليها مسؤوليه مشتركه هي انا يعني نقول مسؤوليه مشتركه بين ما احنا نعطيو التعليمات نعطيو التعليمات وهو يطبق التعليمات احنا سهلنا له في حالة الإنسان اللي في خدمته باش يعمل 14 يوم يعني سيدي نبعثوا له الوزارة تتكفل باش تعطيه كونجي وتكلم له الإدارة نتاعو ويقولوا له الأمور الإدارية نتاعو. إي دونك كل شيء شهريته ما تقفش أموره معناها مريقلة في خدمته. عنده الحق يلزمنا نلقاو له حل. ومع هذا فما ناس مالوغوزمون ناقصة وعي ذولي. معناها هي فترة. فترة خليها تعدي. قدرة ربي كان الناس كل تشد ثنيتها. جمعتين ثلاثة شهر ماكسيموم اون باسرا سيت كريس دكتور سمير كيفاش تقيم الوضع من نهار اكتشاف اول حادة حتى لتوا في تونس كيفاش تنجم تقيم احنا رانا متوقعين احنا توا في فاز 2 اون ساتون اون بريبار لا فاز 3 حضروا فيها قاعدين نخدموا توا في بريباراسيون فاز 3 اللي هي عدوى اكثر من هكا وتسيتيرا وباش نتعدى البلدان الكل تعدوا منها مهما كان تصير معناتها البيك نتاع الابيديمي تنجم تصير مازالت اي مازالت مازالت بيان سور بتصير وباش تصير المهم البلدان القويه اللي شعبها منضبط ويسمع الكلام الكل يتعدى في فاز 3 والفاز 4 اما لكن الانضباط يخليه هي الكور بشنو هي الكور تطلع اكسبونسيال تزيد 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 بعد تعمل بلاتو بعد تهبط اللي توا الشين هابطت سي عدت الازمه نتاعها كل بلاد عندها انضباط الفاز اللي تحت الكرب البارتي اللي تحت الكرب تبدا هابطه يعني الازمه اليوم ضعيفه يوم خفيفه
هاو شوفوا الألمان، الألمان عندهم ألف 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 حالة، أكثر من ألف حالة. أي زوز متكهوة، شعب منضبط وشعب عندهم زي تراديشون كيف نحن هكايا، يبوسوا عنكم ياسر ويسلموا ياسر كما تلين، وشعب كبير في العمر المنطقة هذيك اللي مبارك تهرم سكاني في العمر. ضرب ضرب ضربة كبيرة. بربي دكتور سمير، معناتها في سؤال آخر في علاقة بالإجراءات اللي اخذتها البلديات اليوم، كي نشوفوا منع معناتها استعمال الكؤوس بليتو والفناجين وغيرهم، خارق العادة. علاش خارق العادة؟ خاطر هو الفيروس دون لو ميو ليكيد في الماء يعيش أكثر. دونك سي بيان تعمل كوبلي وتلوها. اي نستعمل المره الواحده بعد ما من فم الفم ولا من فم حاجه خارقه العاده، وش خاصك تقعد ديما ديما. بربي دكتور سمير، شو برشا اسئله احنا قاعدين يوصلونا، خلينا نتكلم باسم المستمع البسيط. تو فما ناس تقول لك انا لا كنت في ايطاليا ولا كنت في منطقه موبوءه ولا اختلطت بشكون راح من منطقه موبوءه، لكن ينجم يكون عنده الاعراض الكل، السخانه ما نعرفش يعطس يكح، هوني الحاله هذه تمشي للأورجانس ولا لطبيبها ولا تكلم 190 وانتم تقرروا هيك؟ يكلم الطبيب نتاع، احنا كي كلمنا احنا نقيموها ونقولوا له اخرج امشي عندي ولا لا، قولوا هلو. فهمتك. الانسان حاليا ما يتعدى الا في حالتي العدوى اللي توا حاليا في الفتره في فازدو سكنا فازدو، عندنا واحد بركه تعدى، عندنا زوز تعداو عدوى ما بين الناس اللي هما الخو والزوجه اللي هما فرد دار. دونك العدوى كيفاش تكون؟ اما انسان جاي من منطقه موبوءه ومرض، هو مرض هذاك مريض هذاك كامبورتي او كجاء من برا، كيما السيد اللي جاء من ستراسبور دار المرض عنده جاب هنا من برا، والا انسان عايش في دار ولا يخدم في بيرو قدام واحد قدامه يكح عليه يكون مريض وبوزيتيف، مريض وبوزيتيف. فهمت؟ حللنا له كان بوزيتيف، احنا بطبيعتنا كان خاو بوزيتيف نحلوا الانتوراج نتاعو، كان في خدمه نحلوا جماعه خدمه، وكان في الدار نحلوا لجماعه الدار الكل. يقول ونحطوهم في العزل، ما نقريسها نحطوهم في العزل. علاش نحطوهم في العزل؟ على خاطر تنجم تو يكون نيجاتيف وغدو يولي بوزيتيف، يتبدل كل 14 يوم يكمل العزل نتاعو، اللي هما لاصقين بالشخص المريض بعد تقعد وحده. ماذا بك؟ علاش خاطر 14 يوم ما تعرفش وقتاش تبدا العلامات، تنجم تبدا على الجماعه الثانيه. الكا الاخراني نتاع مهديه مرض نهار 11 يوم بعد ما جاء، 11 يوم بعد ما جاء هذاك، علاش يعني عدى 10 ايام مش مريض ومرض 11 يوم. هذاك علاش دونك 14 يوم؟ ماذا بك حكيت على العزل، خلينا نحكي على 14 يوم حتى يكمل العزل نتاعو، اذا كان في كل 14 يوم العزل نتاعو ما ظهر عليه حتى شيء قولوا له روح اخرج اخدم على روحك. ماذا بك حكيت دكتور على العزل، خلينا نحكيو على العزل الذاتي اليوم بعد الخروقات الكبيره اللي تم تسجيلها في العزل الذاتي، نجموا باش نكملوا بالعزل الذاتي ولا باش نمشوا ديريكت للحجر الصحي؟ ما عندناش امكانيات، بلدان العالم كل ما يعملوا كان هذا، في فرنسا توا ما يراقبوا في السبيطار الا حالات خطيره، الناس كنت تقعد في دارها. ما فماش امكانيات باش تحط في السبيطار الالاف. دونك نعملوا على وعي المواطن، هوني ما عندناش حتى حل اخر، لازم يكون واعي ويخ خليوا السبيطارات، خليوا السبيطارات للمرض. مش معقول واحد جاء خاطر من البلاد كان في منطقه موبوءه وما عنده حد شيء يقول له تصدر للسبيطار اخر، المرضى ما عادش يلقاو لهم بلايص. جوستومون ان شاء الله الرقم العدد ما يتزادش. امين عندك سؤال؟ عندي سؤال دكتور بربي. ناس تسال شكون من الناس الاكثر عرضه انهم يتضروا من الفيروس هذا، خاطر ناس يقول لك الكبار في العمر الصغار، خاطر برشا ناس يتسالوا شكون اكثر ناس عرضه انهم يتضروا من الفيروس هذا. العرضه هما الكبار في العمر اللي فوق 60 فوق 65، هما 60 راه مش كبير يعني 60 مازال صغير، الناس اللي فوق 65 فوق 70 واللي عندهم الامراض المزمنه اللي هما عاده اربع امراض هما اكثر حاجه، هما اللي عندهم ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، الهاج تيار، اللي عندهم السكر، اللي عندهم ضعف عضلات القلب، الانسفزان كاردياك، واللي عندهم البرونشيت المزمنة، هذوما المرضات الأربعة، وفما الناس اللي يعملوا في الشيميوثيرابي. هذوما المناعة تبدا ناقصة. المناعة نتاعهم طايحة، ما تحتش الشيميو.
فهمت؟ وبالنسبه للصغار الصغار الصغار مش ممسوسين، ونساء الحبالة اللي في لها تمسوا هذا لا، هذا ما يتمسوش، ما تمسوش، ما يعني عاديين، منعتهم عاديين، والشباب الكل منع متاعه تكفي. بربي هاوجني سؤال توا مثال شعطاير، انا ما فهمتش علاش يسال في سؤال كيما ذا. قال عملت اسكال في غام الجمعه اللي فاتت، قال سؤال جانا مواطن قال عملت اسكال في غام في روما الجمعه اللي فاتت، قال ما نعرفش شنو نعمل نكلمهم ولا نعمل عزل، قال توتون ساشون لوزاره الصحه كلموه البارح وما هزش، فهمت عليه ما هزش. حتى اسكال في المطار بساعتين يدخل العزل، يعتبر كانه اقامه في طابية، يجب يكون تعدى في المطار. واضح واضح واضح. يحس وقتاش خرج، وقتاش خرج، خرج نهار مثلا نهار عشرين نهار خمسة في الشهر خرج من إيطاليا. وتوا اليوم نهار عشرة. أو كمان نهار خمسة يحسب 14 يوم، نهار 19 يكمل العزل نتاعو، يدخل تو في العزل. تو في العزل. مع العلم اللي خدمته قالك في ياسر كونتاكت مع عباد سي ميدسا، معناتها نعرف الخدمة نتاعو يكلم من بعد نعطيوها تستشف. باه تخي تخي بيان، شكرا لك دكتور على التوضيحات هذيا كل، دونك تشربي معاكم مشكورين على مجهوداتكم، شكرا ليك، شكرا ليك، دونك كان